فوق نفسك، دي تبقى فضيحة عالمية. تيجي تيجي يا جماعة. يا ابني تعال معايا ساعدني ارجوك، دي ما بتتنفسش، باين قلبها وقف، اعمل لها تنفس صناعي. ايوه على مهلك، تيجي تيجي تكلمي. دي مصيبة ايه دي؟ تيجي يا رب يا رب تيجي حبيبتي. مفيش فايدة. مفيش فايدة ازاي؟ ايه جرى لها حاجة؟ ارجوك يا ابني ساعدني على مهلك. موجود هنا الحمد لله، قدر ولطف. سلامتك يا حبيبتي، ربنا ستر، وإلا كان هتبقى فضيحة كبيرة. أنا مش عارف أشكرك إزاي، أنت أنقذت حياتنا وسمعتنا. لا العفو، ده واجب يعمله أي إنسان. اسم حضرتك إيه؟ أنا قلت لها اسمي حسن. من لهجتك باين عليك مصري واسكندراني كمان. ايوه يا جدعان، ده البحر ده بيطلع حاجات حلوة بشكل. اعتبروا البيت بيتكم وانا تحت امركم، اي حاجة تعزوها ندولي. متشكر يا ابني. حسن ابن حلال وربنا بعته لنا، بس انا خايف لا يفتحنا وتعرف الناس حكايتنا. ما تخافش هيعرفنا منين. اتفضل يا ابراهيم بيه. ميرسي. اتفضل يا هانم. ابو علي. اي ما عندكش تلفزيون؟ لا والله، بتفرج عند الجيران وشفت حضرتك اكتر من مرة. شفتني انا؟ امال يا حبيبي الشيء يخلق من الشبه 40. سعادة البيه ابو علي متعلم ويعجبك، بس الظروف هي اللي رمتني هنا. زيزي هانم بطلة قد الدنيا، مين ما يعرفهاش، دي مشهورة قوي. وبعجبك؟ قوي قوي قوي. What does it matter with you? It is a secret between us. Never mind, sir. سركم كبير. ايه؟ وبتعرف انجليزي كمان؟ كملت. يا اخي كتر خيرك. فضل بقى ممنونين. Good night, good night, good night, sir. Good night, madam. يا ناس حقيقي البحر ده بيطلع حاجات تطلع الروح. صباح الخير. صباح نور. امال فين ابراهيم بيه؟ واقف هناك مع الميكانيكي بيصلحوا اللانش. طبعا هنشوفك في بيروت، اوعى تنسى العنوان. لا ازاي، ما معايا العنوان اهو. يا سلام، ده انا هخليك تشتغل شغل في بيروت. ما عندكش فكره. متشكر اوي، وخصوصا بعد ما تخش البرواز. برواز دي حكاية بعدين تعرفها لما توصل بيروت. بس نساني تاني هنروح للغيرة تاني، للنار. يا سلام، ايه الصوت الجميل والعذاب من تاني. تاني 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 راجعين للحب تاني، والنار والعذاب من تاني. ايه ده؟ ده عرضك يا ستي،
روحي غيري فستانك احسن لو شافوا ابوكي. وتاني تاني تاني هنروح للحيرة تاني. اخرسي ايتها المديرة الجبانة. وجبانة جبانة انما لازم تغيري الشرطانة بكل تصميم. هقابل بابا بالشكل الجميل ده وبدون خوف هقوله يا بابي انا عايز اخرج والبس واتفسح واعمل زي كل البنات ما بيعملوا. وهقول له كمان اني بقيت على وش جواز. فين العريس يا بابي؟ عريس؟ اسعاف هاتولي الاسعاف. خلي دايما سعيدة ولا يهمني حاجة. انا في حالة التجار. ازيك يا انوار؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله يا بابا. كنت بتقري ايه؟ بقط. انا مبسوط منك يا حبيبتي علشان بتسمعي الكلام. لكن انا زعلانة منك يا بابا. ليه يا حبيبتي؟ عشان حضرتك خرجت عن لوائح السجن. سجن؟ وبعدين معاكي بقى حضرتك بقالك كام يوم مش ماشي على النظام كويس. اول امبارح نمت بر والنهارده جاي متاخر على الغدا. والله معاكي حق يا بنتي، الاشغال كتيره وفوق دماغي. الجمعيات الخيريه والجمعيات النسائيه والجمعيات الى اخره الى اخره. اقول لك ايه يا حبيبي يا بابا. يا روح بابا. يا قلبي وحشتيني يا بابا. والله يا لولو. خبر اسود. ايه ده؟ انت ايه؟ ما تخافش، انا راجل زيك بالظبط. الله، وايه اللي عمل فيك كده؟ حكايه طويله حولها. لا اسمع، خليك بعيد. لا ولا كده. قلت لك انا راجل، يعني راجل. المنظر شفتني فيه ده، الجوع هو اللي وصلني ليه. جوع؟ بيروت الحلوة الجميلة العظيمة فيها ناس بتجوع. الجوع في اي بلد للي يلعب قمار ويسكر ويدمن على المخدرات زي انت. غريب عن بيروت. اي، وراسم لنفسك امال واحلام كبيرة مش كده؟ انا جاي اشتغل واتعب بس برجولة وشرف. هتتعب كتير. انا مستعد اتعب. انا بقى ما اقدرش اتعب. لكن انت دايما مفلس كده؟ حسب اللي بجيبهم هنا بضحك عليهم. يعني انت مجرجرني هنا عشان تضحك عليا؟ انت عندك حاجه عشان اضحك عليك؟ وعرفت ازاي؟ ما هو باين.
ادعي لي ربنا يوفقني بالراجل اللي جاي اقابله، وانا هساعدك بكل قوتي. ما تضحكش، انا متاكد اني هحقق كل اللي انا عايزه وهتشوف. انت طبعا مالكش معارف هنا. لا، بعتبر البيت بيتك وتنام هنا. انام؟ ما بلاش حكايه النوم دي بقى يا لولو. الله، انت لسه مش مطمن لي؟ قلت لك راجل راجل. انا اسمي سعيد. وانت؟ حسن. اهلا حسن. اهلا مسعيد. اي اي تعالى معايا وهتشوف اخوك سعيد هيمثل ازاي دور البطل. طبعا. الله، طبعا. يا سلام يا مدام، ايه الابداع ده؟ يا سلام، وحياتك يا مدام. هالكرش عم بيطلع كل فيلم وفيلم وما حدا قادر ينفسه. يا يوسف، جهز اللقطه الثانيه. اتفضلوا اتفضلوا، ارتاحوا كلكم. ايوه ايوه. ايه، عجبك شغل السينما؟ يا سلام، لازم اكلمها. هي مين؟ زيس البطله. الله، انت تعرفها؟ طبعا تعرفني كويس قوي، ده تفرح قوي لما تشوفني. هي دي اللي انقذتها من الموت. الله الله، رايح فين؟ لازم اكلمها. تعالى، رايح فين؟ جاهز يا مدام؟ ايوه يا استاذ. خلاص، حلو. سيناريو فين؟ سيناريو يا عين، هات السيناريو. عصام، استاذ عصام. حاضر، انا جاهز يا استاذ. هانم، انا جيت. انا حسن. فين المساعدين؟ هو دلوقتي معجبين؟ شوفي شهد ولا ايه؟ لا، اصل انا شو هالمسرح؟ عرفني. عرف مين دخلك لهان؟ تعال لك يا اخي، تعال. عجزك شوية، عجزك شوية. لازم، انت غلطان، دي واحدة شبهها. ما تزعلش. فين الدور اللي هيمثل المعركة بدل الأستاذ عصام؟ ثانية يا أستاذ، أنا مستعد أعمل لقطة من غير دوبلير. لا لا لا، أرجوك، يمكن تتعور ويوقف الفيلم. أعوذ بالله. تفضل تفضل، ارتاح. تفضل ارتاح عصام. أهلا وسهلا حضرتك، تفضل ارتاحي. أيوه، من فضلك. أيوه، الدوبلير جاهز. حلو. تعال كده، انت هتمثل دور البطل. جاهز؟ ايوه. يعني هتمثل بداله؟ حاضر. اكشن. السيد اللي بتضرب. ستوب. رائع رائع، يا سلام، شو هالابداع، لو شو هالعضلات، لو موتهم بالبوكس. عود، الله يعطيك العافية، سبحان الله. كلاكيت، جهز المعركة الثانية. ستوب. يا أستاذ، يا أستاذ، ما شاء الله، عم تتعب كثير. ادفع. يا عيني، اتفضل ارتاح، اتفضل. الله، جهز المعركة الثالثة. السينما. ايه اللي بتعملوه ده؟ حرام عليكم، سعيد يتضرب ودوك هياخد التاني. الله يخرب بيتكم على بيت السينما. دور البطل طبعا. قوم يا اخويا، قوم قوم اتنيل. شفت يا حسن، عشان يعيش الانسان بيتعذب قد ايه. انا بفكر ارجع البحر تاني. والممثل يوه يوه، وين واحد ممثل؟ معلش يا استاذ، بقى نكمل بكره. نكمل بكره؟ يا حرام يا ابو سمر، شفتوا قديش بتعذب حتى يخلص الفيلم. ما تزعلش نفسك قوي، انا قلت لك ان زيزي دي مش ممكن تعرف الاشكال اللي زينا.
دي عاوزة الشيخة ميل. دي كانت هتموت عليا، كانت بتبصلي زي ما اكون هتاكلني. مش ممكن اصدق الكلام ده يا اخي، انا عارفها كويس، ده تالت فيلم بشتغله معاها. شيخ روح حسن. الله، انا خرب بيتك، ده كلامك حقيقي؟ شفت يا ابني؟ اسمع، اتقل شوية، افضل ماشي ماشي ماشي. حسن تعال معايا. انا بعتذر عن الطريقة اللي قابلتك بيها، كان لازم اعمل كده. اعتذارك مش مقبول. افهمني يا حسن، جواسيس ابراهيم بيمالي الاستوديو، ولو اتصرفت غير كده هيبقى مش كويس عشاني وعشانك. فهمت. طب فين ابراهيم بيه؟ الليل هيجي عندي في حفلة عيد ميلادي، هخليك تقابله. واتي العنوان. متشكر يا لولا. شفت يا ابني ان انا واد خطير؟ هلو هلو برهوم يا حياتي. عطلت الشغل النهارده. انا عطلت الشغل؟ اولا الفيلم فيلمي، ثانيا الفلوس فلوسك ولازم احافظ عليها يا روح قلبي، ثالثا الراجل اللي انقذنا من الموت حسن، فاكره؟ وصل هو هيعمل لنا مشاكل وفضائح. متخافش، كل همه يقابلك عشان يشتغل، ما تهتمش بيه. طول عمري اقول المرأة ذكاء وجمال، والراجل شخصية وشباب ورجولة. انت ما غلطتيش، انما الشباب شباب القلب والروح. بسبوسة. انت بوش انت اهو كده رجعتيني 20 سنة لورا. اموت يا روح. الو، اهلا، الحمد لله، ازيك انت يا مرفت؟ طب دقيقة واحدة، دي مرفت يا بابا بنت كمال بيه، بتقول النهاردة هتتجوز وعزمان، فايه رأيك؟ انت عارفة الجواب. معلش يا مرفت، بابا مشغول قوي وما اقدرش اجي لوحدي. الف مبروك يا مرفت. كلمي بتاع الورد، قولي له يبعت لها شبت ورد باسمك. لكن يا بابا ما تفتكرش حضرتك ان خوفك عليا بالشكل ده يعتبر عدم ثقة فيا. بالعكس يا بنتي، ثقتي فيكي لا تقدر، انما الكلام الفارغ اللي بيعملوه شباب الايام دي في الحفلات وغيرها محبوس. لكن ده فرح يا بابا. ما هي كل المصايب في الدنيا ابتدت بالافراح والحفلات، انا ضد الحاجة دي. معنى كلامك ده اني مش لازم اختلط بالناس وافضل محبوسة في البيت لغاية ما بقيت ملعانة سنوار ابراهيم، وساعتها تعالوا نفتش لها على عريس واحنا نجهزه وندفعله عشان يقبلني عروسة. ايه الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده؟ هي دي الحقيقة، كل صحباتي اتجوزوا لنا مع اني احسن منهم. حد كلمك عني يا بابا؟ ابدا. حد لمحلك بكلمة؟ ابدا. انت مش خايف ان اهرب زي ما بعض البنات بيعملوا؟ خاطي اوعى تجيب السيره دي على لسانك.
لنفسي. يا بنتي انت عارفة ان من كتر حب ليكي وخوفي عليكي بتصرف التصرف ده. انوار افهميني يا انوار، ما اقدرش اصرح لك اكتر من كده، ما اقدرش ما اقدرش. ما اعرفش ليه يا حسن انا خايف عليك من حفلة زيزي. ليه يا اخي؟ ابراهيم بيه في الحفلة ولازم اقابله. دي زيزي وانا عارفها. انا مش عارف انت خايف منها ليه. انت ولا حاجة بالنسبة للرجالة اللي بيحوموا حواليها، فايه اللي خلاها تعزمك على الحفلة؟ قصدك ايه؟ دي ست خطيرة يا حسن، انا خايف تضيعك. انا ماليش دعوة بيها، انا كل اللي يهمني ابراهيم بيه. اسمع، انت هتيجي معايا بس انا مش معزوم.
وسهلا بالمنقذ العظيم. اهلا وسهلا. يا سلام، ايه الشياكه دي؟ أه؟ تعرف انك تشبه نجوم السينما؟ سينما؟ اعوذ بالله، دي شغلة العذاب والضرب. خلينا في المهم، هو ابراهيم دي مش موجود في الحفلة؟ لا. ايوه لا، ما تخافش هتشوف، مش ممكن هنسى حكايتك ابدا، ده انت دايما في تفكيري. انا في تفكيرك ودايما؟ دي حاجة حلوة اوي. ولسه هتشوف حاجات احلى يا حسن. يا سونا متشكر اوي. عن اذنك. طيب الو زيزي، الف مبروك. انا ما اقدرش اجي، انت عارفه كلام الناس. ها الهدية هتوصل لي. مع السلامة. انت من امتى هنا؟ من ساعة هدية زيزي. عزيز ده راجل، واحنا بندلعه ونقول له يا زيزي. هو من جهة راجل وبشنب كمان. لو والا يا عزيز عيني وانا بتدروح بنادي يا عزيز عيني. لا ده راجل. يا بتاع زيزي. تعال يا حسن. اي قلق شيله من بالك، كل طلباتك هتتنفذ. متشكر اوي يا زيزي هانم. قولي ايه رايك في عينيا؟ حلوين اوي. وخدودي احلى واحلى. وشفايفي يسكرهم من غير خمرة. ومستني ايه عشان تسكر؟ بعدين ادوخ ومعرفش اكلم ابراهيم بيه. ابراهيم بيه، ابراهيم بيه، ابراهيم بيه. قلت لك ابراهيم بيه زي الخاتم في صباعي. مستني ايه؟ زيزي هانم انا لازم اروح. تروح فين قبل ما تدخل برواز؟ برواز؟ برواز يعني؟ كل اللي بحبهم بروزهم عندي. عشان كده عندك برواز كتير. لكن انت بروازك حاجة تانية صدقني. انا حجمي اكبر من اي برواز. بسيطة نصغر حجمك. عمر الانسان الكبير ما يصغر. افهم من كده انك مصمم ما تدخلش البرواز؟ زيزي هانم خلينا اصدقاء احسن يا لولو. اصدقاء؟ هو انا بتاع الصداقة؟ هلو جورجينا، العيون الزينة، سيري رارارا. لا مش معقول اجي من هنا. دقيقة يا فندم دقيقة. الله ينيلك يا لطيف على عينك. انا اسفه يا فندم. ينيلك يا لطيفه. اتفضل اما اصلح غلطتي. اسمك لطيفه؟ اتفضل. اتفضل.
عارفة. لطيفة. انا حسن. وانا انوار ابراهيم. اهلا وسهلا. تشرفنا. تشرفنا يا حسن. ايه انت دخلت هنا ازاي؟ لازم حرامي. ابدا والله. هو معقول في الدنيا حرامي يا عريان؟ ابعد 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 لو سمحت ورا الحيطه. لا 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 لا. اه يا ام حميدو ميدي ميدو. تعالي هنا. ايه الحكايه؟ الراجل ده بيعمل ايه هنا؟ انا اللي دخلته. وبتعترفي بالبساطه دي؟ اه. يعني لو دخل بابا الوقت وشاف المنظر ده تقدري تقولي لي يعمل فينا ايه الوقت؟ طبعا هيذبحنا. ما هو انا بس الزرع الميه سابت من ايده وغسلته من فوق لتحت. معلش يا نسا انوار انا بسامحها. اشياء اشياء الحقيني يا لطيف. هتخرب بيتك يا لطيف. هيخرب بيتك يا لطيفه. احنا متاسفين قوي على الفصل البارد ده. يا ريت المايه دي غرقتني من زمان. حضرتك بتتكلم حلو قوي. ربنا يكبر بخاطرك. حمادة اعملي لي قهوه زياده. خرم بيتك يا لطيف. ايه اول بنطلون جديد اشتريه في حياتي. مبسوط عشان اتحرق؟ لا عشان مش هقدر اخرج كده في الشارع وهستنى هنا جنب اجمل عينين شفتهم في حياتي. يا خبر انت بتجيب الكلام الحلو ده منين؟ I am here. وبعدين هنعمل ايه في اللي عملتيه؟ لا قبلين ولا بعدين. انا طول عمري خايبة ومن بكرة سأقدم استقالتي. طبعا اذنكم لحظة. ما شاء الله ستك حلوة اوي. دي سكرة لكن يا حسرة. ليه الحسرة؟ لا ده سر ما اقدرش اقوله ابدا. حر لازم اتكلم. ابوها يا عيني حابسها في القصر ده من كتر خوفه عليها. وانا وظيفتي هنا المراقب العام. خد بالك ده سر. هو بيخاف عليها من ايه؟ من شباب الايام دي. ما انت شايف الدنيا ملخبطه ازاي. بالعكس انا لو مكانه خليها تخرج تتفسح تشوف الغلط فين والصح فين بنفسها. انت ما تعرفش ابوها المرعب ده. راجل ما يحبش الحاجات دي ابدا. الله ثم انت ليه تسألني الأسئلة دي كلها؟ ما هو حضرتك اللي بتتكلمي. لساني لازم أقطع. خد البس دي بسرعة قبل بابا ما يصحى من النوم. كفاية البنطلون القميص كويس. لا أحسن تاخد برد. يا هاي برد. سامحيني يا ستي أهي غلطة ومش هتعود. إنما للصبر حدود. استاذن بقى قبل ما يصحى بابا المرعب. ليه؟ حضرتك تعرف بابا؟ ما هي لطيفه اديتني المعلومات الكافيه عنه. وبعدين في لسانك الطويل ده. ما انا قلت يا ستي لازم له قطع قطع. استاذن انا. لطيفه لطيفه. نعم نعم يا سيدي. امال فين انوار؟ ايوه يا بابا انا اهو. حاضر يا بابا. يلا يلا يلا. الحمد لله دخل البيت. قوم يلا بينا يلا. الله ما تبصش وراها. خلاص اجري على طول. قول لي ايه اخبار زيزي؟ طبعا مش قادر ترد. سحرتك دي زيزي وانا عارفها.
اعمل معروف سيبني من الحلم اللي مش عايز افوق منه ابدا. حلو. هو ده اللي هيجيب اجلك. يا ريت. ده الموت على ايديها حياه تانية. الله يخرب بيتها، دي لازم عملت فيك عمال وحشه قوي ليله امبارح. ابدا، هي دي بيروت اللي كنت بحلم بيها. ليه كنت مخبيها عني يا سعيد؟ انت وريتني بيروت من بره بس، انما من جوه فيها حاجات حلوه بشكل. يا نهارك زي بعضه، بقى ليله تعمل فيك كده؟ ليله دي بعيد عن الليل قوي، دي هي الشمس والقمر والنجوم والنور. يا سلام بقى زيزي، زيزي الشمس والقمر. زيزي مين؟ انا بكلمك عن انوار. انوار؟ انوار مين؟ اجمل وارق انسانه شفتها في حياتي، ووقعت فيها من اول نظره. يا سلام يا سعيد، وهي نظرتها زي بقيه النظرات، ده نظرتها سهم دخل في قلبي مش ممكن يطلع منه ابدا. انا حاضر. وانا مستعد اتعلم. حياتك يا مصطفى بيوصيت عليها. ايوه بيتيس اوتوماتيك. حاضر. نعم. في واحد اسمه حسن وبيقول حضرتك مديله ميعاد. حسن؟ مين حسن؟ خليه يتفضل. حاضر يا فندم. تفضل. صباح الخير. صباح النور. اقعد يا ابني. متشكر متشكر يا فندم. زي ما انت شايف طول النهار شغل شغل. طبعا طبعا، انما الشغل سعادتك لذيذ قوي. لذيذ. اسمع، انت كنت عاوز تشتغل وتعيش لازم تشيل حكايه زيزي دي من راسك، ويكون الاحترام اهم شيء في حياتك. مفهوم يا فندم مفهوم. قل لي يا حسن، انت تعرف تشتغل ايه؟ انا متعلم سعادة البيع، ممكن اشتغل مع الموظفين اللي شفتهم في صالون البيع. لكن
لازم تعرف تتكلم كويس وتقنع الزبون. الشركة بتاعتنا اعظم شركة في الشرق. ان شاء الله هكون عند حسن ظنك. طيب انا هخلي عصام يمرنك وده احسن موظف عندي. ثم ايه الملابس اللي انت لابسها؟ انا مستعد الاح يا فندم انما مفيش. ادي دي لعصام وهو حيوضب لك كل حاجة. شكرا يا فندم. مع السلامة. انت لو عيني وانت نور عيني ويا مام يا نهار. الو زيزي، وحشتيني خالص يا حياتي. احنا معادنا زي امبارح بالظبط. طيب يا حياتي، انا قلت لازم تطرد حسن وبسرعة. الله، ده انت امبارح موصياني عليه. امبارح ده يوم همسحه من حياتي. افهم من كلامك ان حسن مرضيش يخش البرواز؟ انا بقولك تطرده يعني تطرده، ودلوقتي حالا. اولا الراجل ده انقذ حياتي وحياتك، ثانيا ده شغلي ومش عاوزك تتدخلي فيه. كده هو؟ طب نتكلم في شغل انا بقى. اسمع يا ابراهيم بيه، اذا كنت عايز تتحكم فيا بالشكل ده يبقى لازم تتجوزني. اتجوزك؟ ايوه تتجوزني. كل ست في الدنيا حلمها الكبير انها تلبس الطرحة البيضة وتتجوز، ثم ان دي تضحية مني ان اعرض عليك فكرة زي دي. لكن انت من معدن وانا من معدن تاني. كنت لازم اعرف كده من زمان. معاك حق، انا غلطانة اللي ضيعت شبابي مع راجل اناني زيك. معدنه من بره ذهب ومن جوه تنك، كل همه ملذاته وبس، ويا ريته نافع فيها. بقولك ايه، ابوها هنا؟ لا. طب ارجوكي ربنا يخليكي غرقيني شويه ميه. ايه؟ يلا اوام. حاضر. يلا ايه ده مش عازمه. كان ممكن تشوفني من غير ما تعمل كده ويكون في علمك بدل بابا كلها في المكوى. كده برضو تفتكر انا بعمل كده عشان بدله؟ انا جايب معايا بدله احتياطي. امال عشان ايه؟ عشان اشوفك. يا اخواتي اهو ده مخ يرسم صح. طب وحضرتك عاوز تشوفني ليه؟ اولا جاي اخد بنطلوني القديم واحتفظ بيه لانه عزيز عليا قوي، عشان هو كان السبب في معرفتي بيكم. ثانيا معرفش اذا كان ليا الحق في اني اعزمك على فسحه صغيره ولو لمده بسيطه عشان اخرجك من السجن اللي انت فيه. هو خروجي معاك سهل بالبساطه اللي انت متصورها دي؟ لازم تعرفي اني شاب مثقف واخلاقي كويسه وموظف باكبر شركه في بيروت، يعني عايز اقول انها فسحه بريئه. الله يخرب بيته، بيجيب الكلام الحلو ده منين؟ احنا سرحنا في الكلام ونسيت تغير هدومك، اوعى تاخد برد.
خايفة عليا؟ طب تسمح لعصفور الملاك تشحتني مشوار صغير عشان الكلام يبقى له طعم تاني. امتى ربنا يبعت لي واحد يقول الكلام الحلو ده؟ انت يلا يا ستي نخرج نتفسح شويه. ونسيتي بابا؟ سيب الحكايه دي عليا، ما هو انا وبابا قصدي اقول انه هنرجع نحن قبل ما يرجع. سرحانه فندم يلا غير هدومك قبل ما يلا يلا هنتفسح ونغرق. لا يلا لا ايه خلي قلبك حديد. لسه زعلانة مني؟ لا أبدا يا بابا، بس زعلانة على عصفورة. الله، هي فين؟ أنا طيرتها وبعدين زعلت عليها لأنها كانت ما أنسى وحدتي. وطيرتها ليه؟ صعبت علي، في عصفور كل يوم يقف لها على الشباك كأنه بيعزمها على الحرية، وهي من ساعة ما تشوفه تبتدي تخبط في القفص زي المجنونة عاوزة تخرج. وحياتك يا بابا كانت بتبصني بصات غريبة وتخبط بجناحتها كأنها بتقول حرام عليك يا أنوار سيبيني أخرج سيبيني أخرج. أنا فاهم قصدك إيه. سامحيني يا حبيبتي، أنا زودتها معاكي. أنت ما عندكيش فكرة عن المجتمع اللي احنا عايشين فيه. أنا عاوز أجوزك لشاب يعرف قيمتك ويقدر أخلاقك وما يكونش زي شبان الأيام دي. ولو قلتلك إن الشاب ده موجود؟ بتقول إيه؟ أنا بقول لو، لو يا بابا دي أداة شرط. يبقى أنا اللي لازم أختاره بنفسي. ليه، هو حضرتك اللي هتتجوزه يا بابا؟ لا يا بنتي، لكن أكبر منك بيوم يعرف اكتر منك بسنة، واللي ايده في النار مش زي اللي ايده في المية.
ياه، ده انت لازم ايديك متحروقه قوي. طبعا طبعا، انت اجمل بابا في الدنيا. يا بنتي بكره يكون عندك اولاد وتعرفي ايه غلاوه الاولاد. يا حبيبي يا بابا. ادخل. استاذ حسن اقعد. تحت امرك يا فندم. انا بهنيك بنشاطك واجتهادك، البيع ارتفع قوي في الشركه الايام دي. البركه فيك وفي توجيهاتك يا سعاده البيع. مبروك يا حسن، انت ترقيت لاحسن وظيفه في الشركه. ادي شيك بالكوميسيون بتاعك. الشركة بتاعتنا بتقدر الموظفين المجتهدين. يا ريت في كلام اعرف اقوله لحضرتك عشان اعبر عن شكري وامتناني ليك. ربنا يخليك يا سعادة البي. خد الجوابات دول والنهاردة عندك اجازة. انا عندي شغل في المكتب. مفهوم يا فندم. شغل يا اخي يعني شغل يا فندم. طيب اتفضل، مع السلامة. اللي بتعمليه ده نقطة الحدود اللي بيني وبينك. يعني انا ممنوع اوصل لعندك؟ اياك، حدودك هنا. هي القلوب بيعملوا لها حدود. ده مش ذنبي. وايه الحل؟ مفيش حل. معاك باسبور؟ قلبي. والفيزا؟ عينيا. عندك اقامة؟ طول العمر. اذا لنبدأ مفاوضات المعاهدة. اتفضلي. تبعت قلبك مع عينيك يفاوضوا قلبي وعيني. وبعدين نشيل الحدود ونعمل اتحاد ابدي. حتى لو تدخلت دولة بابا بكل قوتها ومادياتها وامكانياتها. الايمان والحب اقوى من اي دولة. اتفضل يا اخوي، واياك ترجع فاشل. هشيلك وارميك برا. وانت كمان ارجوك نفذ كل طلباته. انت الوحيد اللي حاسس بيا وعارف عذابي وحرماني من الحرية. سلام يا لطيفة، ما اقدرش اوصف لك احساسي لما خدني بدراعه وبصلي بصة. حسيت طبول افريقيا كلها بتدق في قلبي. ابن الايه طرزان. ما قدرتش اقاوم. عيني قالت لي كلام تخلي اكبر فارس يرمي سلاحه ويسلم. عارفة يا ستي عارفة، ما انا جربت الحكاية مع المنيل على عينه خليل. وتصرفت ازاي؟ رقعته بالقلم. ليه؟ علشان كان واكل بصل. مش عارفة اذا كنت غلطانة وخليته يبوسني. ما كانش لازم. وايه ده حاجة بالايد؟
الحب جبار، ينهي ويأمر كما يريد. وتفتكر يا لطيفة اقول لبابا؟ مش دلوقتي، لما نعرف هو مين وابن مين ومستقبله ايه، بعدين نعلن الثورة ونقول لبابا افندي، ونقول لبابا افندي. يا ترى هنفضل نسرق الحب سرقة؟ كنت عايزة اقولك اني لازم اقول لبابا على كل حاجة. اجي معاكي، فرصة اتعرف عليه واكون جنبك. لكن ده صعب قوي. هو في احلى من الصعب. يلا ورينا هتكلمي ازاي. يلا انت مثل دور بابا وانا انوار جاي اكلمك في الحكايه دي. كويس، حلو قوي. بابا. ايوه. انا عارفه ان حضرتك بتخاف عليا، لكن لازم اقولك على كل حاجة. طبعا يا بنتي، البنت مش لازم تخبي حاجة عن ابوها. رغما عن كل الاحتياطات اللي عملتها يا بابا، انا حبيت. بتقولي ايه؟ حبيتي؟ حبيتي مين؟ حبيت حسن. حسن؟ حسن مين الحمار ده؟ ما تقولش يا بابا عليه كده، ده حسن هو المية اللي احيا وردة حياتي بعد ما كانت تبلانة. حسن هو الصورة اللي رسمها خيالي برشة الحب والحنان. وانوار هي اللي نورت حياتي بعد ما كانت ظلام. انا بقى هقول له صباح الخير يا عم، انا مدير شركة كبيرة، واحلف لك بشرف اني مؤدب ومحترم، وجاي اترجاك واخطب منك ارق عروسة في الدنيا. ما فيش مانع يا ابني، على خيرة الله. احبك يا عمي. قلبي بيدق وايديا بتترعش وكل كده متلخبطة على بعضي، مش عارفة ليه. انت ما تتكلميش، انا اللي هتكلم واخطبك منه ولا يهمك. هو في الاول هيزعق وهيصور، ما تخافش منه. طيب بابا صاحب اطيب قلب في العالم. طب يلا نخش بقى، انا مش قادر استنى. كفايه تستعدوا، والدك العزيز ليس هنا. ثم تعالوا هنا انتوا الاثنين، جاي تخطبها كده؟ مالكش ام مالكش اب يجي يتعرف على ابراهيم بيه ويكلمه الاول كده؟ عايز تاخدها خبط لزق؟ انا متاكده انه مش هيوافق. دي أول مرة لطيفة بتتكلم صح. إيه رأيك يا حسن؟ طبعا نأجل المقابلة لبكرة، عندها حق، أنا هتصرف. مين عارف، يمكن تكون دي آخر بورصة. عن إذنك. ابراهيم بيه. حسن ابو علي سرق المعدة. ايه اللي جابك؟ المعزة يا بيه، قصدي قصدي حاجة مهمة اوي فيها حياتي ومستقبلي، ومتوقفة على كلمة منك. عاوز ايه كمان؟ ده انا رأيتك لأكبر وظيفة في الشركة. حضرتك كنت بالواجب وازيد، انما الخدمة اللي جاي اطلبها منك هي ما تتكلم، ما تخافش. بس عدت البيه، انا بحب بنت زي القمر، اخلاق وادب وعلم، وعايز اخطبها من ابوها. وهي هتلاقي احسن منك فين؟ ما تخطبها، اي اب في الدنيا يتمنى يجوزك بنته. متشكر اوي، انما حضرتك عارف ان ملياش حد، فما يصحش اروح بيت ابوها لوحدي، فعايز حضرتك تيجي معايا وتمثل دور عمي وتخطبها لي، عشان ابوها صعب اوي الله يخرب بيته. وانت بتحبها؟ دي هي حياتي وروحي
كل حاجة في دنيتي علشان تبقوا تعذروني وتعرفوا قيمة الحب. كوبرودكشن. ربنا يكتر الكوبرودكشن عليك. ولا يهمك، هكلمه ولو اضطر الامر للفلوس انا جاهز يا حسن. ربنا ما يحرمنيش منك ساعة البيه. تفتكر حيوافق؟ مش حيوافق ليه، انت معاك ابراهيم سالم يا ولد، ولو ما وافقش هخرب لك بيت ابوه. تعال معايا ولا يهمك. بقول لك ابراهيم بيه مش موجود. ايه؟ حفلة؟ فين الحفلة؟ طيب لما يوصل هقوله. مع السلامة. اتفضل اتفضل ابراهيم بيه. انت متأكد انه ده بيتها؟ الا متأكد، ده انا جايله 3 مرات كده بقى، جايله 3 مرات. اي اهلا وسهلا يا حبيبي، اتفضل. انا حسوي لك الهوايل مع ابوها. متشكر اوي ابراهيم بيه، بس خد بالك جيت هنا 3 مرات. ايوه خد بالك لحسن ماشي فيها. يا نمسي. يا حبيبي يا بابا. ابوها؟ انا كنت عارفه انك هتوافق على طول، ده حسن مفيش زيه في الدنيا. شفت بابا قد ايه طيب؟ وانت اللي كنت خايف منه؟ اوافق يا حسن. يا حبيبي يا بابا. انوار. حسن. هي دي البنت اللي جايبني علشان اخطبها لك وامثل دور عمك؟ ايوه سعادة البيه، بس ما كنتش اعرف انها بنت سعادتك. اديك عرفت، انت عارفني كويس وانا عارفك كويس. حكم ضميرك وتصرف. لكن حضرتك قلت لي ان اي اب في الدنيا يتمنى يجوزني بنته. اي اب جايز، لكن انا لا. ليه يا سعادة البيه؟ انت صحيح ليك فضل عليا وراضي عني، عايز اعرف ليه؟ ليه؟ مفيش لزوم للكلام الكتير. انت تمثال انا صنعته واقدر احطمه. متجريش اقول لك اطلع برا. بابا ابوس ايدك، ما تسرعش في الموقف ده، انت اللي لازم تحكم ضميرك. انا بحب حسن ومش ممكن اتخلى عنه. انا نبهتك قبل كده يا بابا وقلت لك ان العصفورة في القفص كل همها انها تلاقي حتة تخرج منها للشمس والنور. ايجا حسن هو اللي هيطلعك للشمس والنور؟ ايوه يا بابا. حسن هو الايد الحنينه اللي فتحت لي باب الحريه وخرجت من القفص اللي حضرتك حبستني فيه. يعني عشان غلطت ماما انا اللي لازم ادفع الثمن. بابا لو خرج حسن من هنا انا هخرج معاه وحاقص اوامرك لاول مره. انت بتقول ايه؟ ده انا اقتلك واقتله. مفيش لزوم يا ابراهيم بيه. انوار مش ممكن اي حاجه تتم من غير موافقه ابراهيم بيه. اعرف انا مش ممكن اوافق ابدا، مش ممكن. انا متاكد يا سعاده البيه ان الحب اقوى منك ومن سلطانك، هو الوحيد اللي هيخلي اللي مش ممكن ممكن. حسن ما تسيبنيش في الدنيا. حسن انت صورة سبت الارض من امك. انا بحبك انت صورة امك. انا مفيش حفلة.
عادي شفاف عديد عديد. وانت ما بتقلعيش ليه؟ تعالي هنا اقلعي وريني جمالك، سيبوني مع القمر كلكوا برا برا برا. اقلعي اقلعي اقلعي. انوار. ايوه انوار يا بابا. انت ازاي جيتي هنا؟ انا اللي جبتها يا سعاده البيه، ضميري ما خلصنيش فقلت لها على كل حاجه. اطلعوا برا اطلعوا برا كلكم، ده مش مكانكم هنا. نطلع برا ليه؟ ماليش حق في الحياه، انا برضو انسانه زيك لي عواطفي واحساسي. بنتي سامحيني انا غلطان. يا حبيبي يا بابا ارجوكي ما ترتكبيش الغلطه اللي انا ارتكبتها. انا ظلمتك وظلمت والدتك. يلا يا انوار يلا نخرج من المكان الموهوق ده. فين حسن؟ حسن؟ ايوه حسن. انا مش ممكن اتجوز حسن يا بابا. بالعكس يا حبيبتي، ده حسن شاب مثالي ومجتهد ومكافح، واي اب في الدنيا يتمنى يجوزه بنته. دلوقتي يا بابا؟ يا حبيبي يا بابا. عن اذنك لما اروح اجهز نفسي.